السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه بدور الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد أعزائي الكرام، والذي من خلاله راح نشارك معكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري وقضية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. أين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم؟ الجامعة الكاميرونية لكرة القدم خرجت عن صمتها وقررت أن تشتكي بالكوتش جمال الماضي للجنة الإخلاقيات للفيفا، وذلك نظرا للتصريحات الخاصة بالكوتش جمال الماضي والذي هاجم بها باكاري قاسما. بالماضي هاجم باكاري قاسما، صامويل ايتو غاضوا الحال ورد على بالماضي وراح يشتكي به للفيفا. عزيزي الكرام، راح نشارك معكم كل هذه التفاصيل، وراح نشارك معكم كيفاش صامويل ايتو فضح نفسه بنفسه. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام، وبصفة رسمية الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ورئيسه صامويل ايتو شاركوا معنا هذا البيان الظاهر امامكم في الموقع الرسمي الخاص بهم. تحققت منه، جبت لكم هذه الوثيقة من الموقع الرسمي، يعني مش وثيقة مفبركة، هذه المرة وثيقة رسمية وصادرة من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم فيكا فوت. راح نقرا لكم واش جا في هذا المقال، وراح نرد عليهم بطبيعة الحال ونشارك معكم كيفاش فضحوا ارواحهم برواحهم. أكدوا قائلين: يعبر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم فيكا فوت عن قلقه العميق بعد التصريحات التي أدلى بها السيد جمال بالماضي مدرب يعني منتخب ثعالب الصحراء الجزائرية في 24 أفريل سنة 2022 عقب احتساب مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم سنة 2022. وفي تصريحاته لقناة الفاف أشار الشخص المعني أي الكوتش جمال بالماضي أن نتيجة المباراة كانت ستشوه على حساب الجزائر من قبل الحكم باكاري قاسما ومؤامرة من طرف اثنان أو ثلاث أشخاص. الكاميرون تحتفظ بالحق في رفع القضية في الأيام المقبلة قبل قبل لجنة الأخلاق في الفيفا، يعني راح حابين يشتكيو بينا، ورسميا راح حابين يشتكيو بينا وراح يشتكيو. وقائلين أيضا في المقال نتاعهم: لكن بالفعل فيكا فوت يعني الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعترض على هذه المعازيم التشهيرية التي غرست بطريقة تلميحية وصاغها مرارا قادة كرة القدم الجزائرية، وتأسف لأنه الاستمرار في الجدل الطويل الأمد من المرجح أن يتسبب في حوادث مماثلة للعدوان اللفظي الذي تعرض له المسؤولون الكاميرونيين أول من أبريل في الدوحة على هامش قرعة مونديال قطر سنة 2022. يعني هنا راه يلمحوا على هذاك الشخص اللي كان في الدوحة نهار كانت كاينة القرعة، ويعني قال يعني هذاك الجزائري اللي روغوبيرت سونغ وكذلك صامويل ايتو لأنك اشتريت الحكم وإلى آخره. وفيكا فوت مرتبط بشدة بقيم الرياضة. ذكرنا أن عدم اليقين المجيد لرياضتنا يمكن أن يحمل نتائج يصعب قبولها، ولكن في جميع الأحوال يجب أن يسود احترام قواعد اللعبة والمراعاة الواجبة للخصم وقبول النتيجة. من واجب أي قائد رفيع المستوى إعداد المنافسين والجمهور لتذوق إذا لزم الأمر مرارة الهزيمة وتجربة ألم الإقصاء في سيناريو غير محتمل. وكان الأمر نفسه عندما تلقى الأسود التي لا تقهر هزيمة أمام الجزائر 1-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب جابوما ستاديوم بدوارة. لقد تعلمت الكاميرون دائما أن من إخفاقاتها ننهض ونهضت بعد السقوط للمضي قدما، وطبعا سجله الحافل البليغ. وشاركوا معنا بعض يعني الأرقام الخاصة بالتاريخ نتاعهم. ويحث قادة كرة القدم الفوت على استخدام الوسائل القانونية لممارسة حقوقهم المعترف بها، بطلب من جميع المعنيين أن لا ينسوا أبدا وظيفة كرة القدم الممتعة. وكرة القدم لعبة يجب أن توحدنا يعني في الهزيمة كما أيضا في النصر. يعني صامويل ايتو بهذا البيان الرسمي في الموقع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يؤكد أنه سيلجأ إلى رفع دعوة للجنة الأخلاقيات الفيفا ضد الكوتش جمال بالماضي عقب تصريحاته الأخيرة. وهنا نتوقف عند نقطة عزيزي الكرام مهمة جدا. بالماضي في المقال نتاعو ولا في التصريحات نتاعو ولا في تلك الندوة الصحفية ما جبتش الكاميرون إلا في كلمة واحدة، ما جبتش المنتخب الكاميروني الا في كلمه واحده. بالماضي قال انه باكاري قاسما كان رجل المباراه هو وايضا اندري اونانا. اندري اونانا مدرس مرمى منتخب الكاميرون، غير في هذه الكلمه اللي جبد المنتخب الكاميروني اعزائي الكرام. ولكن صامويل ايتو غطوا حالته اعزائي الكرام كي شاف انه بالماضي يهاجم يعني الحكم باكاري قاسما، وهنا بهذا البيان وكي راح يرفع ضد بالماضي قضيه للفيفا للجنه الاخلاقيات. هنا اعزائي الكرام هذا دليل ضد يعني صامويل ايتو، لانك انت باي صفه صامويل ايتو يرفع قضيه ضد بالماضي
من اجل باكاري غاساما، مش من اجل تاريخ الكاميرون، ولا احنا طيحنا في الكاميرون، احنا طيحنا في باكاري غاساما بالماضي، هاجم باكاري غاساما. ولكن اعزائي الكرام، هم هاد سامون ايتو الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حابين يرفعوا قضية لاننا هاجمنا باكاري غاساما بتصريحات بالماضي. فهنا تفهم بزاف حاجات اعزائي الكرام، هذا دليل مشى يدافع على المنتخب نتاعو، راه فضح روحه، فضح روحه يعني سامويل ايتو بهذا التقرير وهذا البيان اللي شاركوه معنا. وهذا البيان ما راهش يدافع على بلاده اكثر ما راه يدافع على باكاري غاساما، لانه كما نقول اعزائي الكرام، لب تلك الندوه الصحفيه للكوتش جمال الماضي هو انه كان يعني يلقن درسا للتحكيم الافريقي بالماضي. قال التحكيم الافريقي ما قبل التاريخ، ما قبل الميلاد عفوا اعزائي الكرام، هنا في افريقيا. ولكن سامويل ايتو غاضت حالته وغاضت عمره اعزائي الكرام، وحس باللي انه يعني راح يخسر في نهايه المطاف. وعلاش سامويل ايتو اعزائي الكرام؟ ممكن تطرحوا لي سؤال، تقولوا لي علاش سامويل ايتو دار هذا التقرير؟ دار هذا التقرير اعزائي الكرام لانه بالماضي اكد بصريح العباره انه عندهم امل التاهل الى المونديال، وهذا التصريح قالوا في الندوه الصحفيه والاتحاد الكاميروني استمع الى هذه التصريحات، وحبوا اعزائي الكرام يعني يديروا تهمه لبالماضي باه الفيفا ما تركزش على اعاده المباراه قدر ما تركز على عقوبه ضد الكوتش جمال بالماضي. فقنا لكم وانتم فضحتوا ارواحكم، باي صفه يا سامويل ايتو دافع على باكاري غاساما؟ صاحبك هذا، حبيبك هذا، مانيش عارف لافامي نتاعك كاميروني باش تدافع عليه من غامبيا، وهنا راك تفضح روحك باللي انت داخل فيها عزيزي سامويل ايتو. احنا كنا عارفين، ولكن الحمد لله انت فضحت روحك بروحك. احنا ما كناش نبيعوا الوهم ولا كنا يعني نتهموا في الناس بالباطل، لانه كاينه شهادات ضد باكاري غاساما وضد سامويل ايتو باللي انهم يتقاضوا الرشوه نورمال، ويعني ويشتروا المباريات بشكل عادي. وها هو سامويل ايتو اليوم فضح روحه، والحاجه اللي غاضته بزاف هو انه بالماضي اكد في ندوته الصحفيه انه مازال عنده ذلك الامل من اجل التاهل الى المونديال، امل بصيص، بصيص من الامل، وهذاك هو الشيء اللي خلى يعني سامويل ايتو يثور غضبا وما امنش واش كان يقول بالماضي. صراحه انا اعزائي الكرام يعني اليوم بعد ما شفت هذا التصريح، يعني سامويل ايتو فضح روحه بروحه بهذه التصريحات، مؤكدا باللي انه سيرفع قضيه ضد الكوتش جمال الماضي للجنه الاخلاقيات. خبرونا رايكم في صندوق التعليقات اعزائي الكرام، خبرونا انتم رايكم في صندوق التعليقات، لانه التقرير هذا اولا عار على الكاميرون صراحه، لانه احنا ما طيحناش في الكاميرون وقلنا باللي انه الكاميرون غشاشه بالماضي، ما قالش الكاميرون غشاشه بالماضي، قال باللي انه الحكم كان يغش، الحكم هو اللي شوه النتيجه. فهنا اعزائي الكرام كيهاب سامويل ايتو والاتحاد الكاميروني لكره القدم راح يرفعوا قضيه، راح يرفعوا قضيه باه يدافعوا على باكاري غاساما، باه كي يدافعوا على باكاري غاساما الفيفا ما توليش تدرس ملف الاتحاد الجزائري اللي بعثناه ضد باكاري غاساما باللي شوه المباراه، راح حابين يدخلونا في متاهات ويدخلوا الفيفا في متاهات باه تركز على قضيه اخرى الا وهي عقوبه للكوتش جمال الماضي وما يعاودولناش المباراه، ولكن لن نسمح في حقنا. هذا التصريح يعني من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم واللي كتبته يعني الهيئة نتاع سامويل ايتو فضح نفسه بنفسه، لأنه بأي صفة يعني سامويل ايتو يشتكي بالماضي من أجل يعني تصريحاته، والتصريحات نتاعو كان يهاجم فيها بالماضي يعني باكاري غاساما. قال باللي انه يعني افريقيا والى اخره هم اولوا الكلمات نتاع بالماضي، وقالوا باللي انه بالماضي عنصري وراه يعني يعمل تفرقه والى اخره. وصراحة اعزائي الكرام، مش فقط الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اللي فعل هذا الشيء، بل هنالك لوبيات في افريقيا، لوبيات كثيرة وكبيرة في افريقيا ارادوا يعني كما نقول اعزائي الكرام تغليط الرأي العام، ويعني اولوا الكلام اللي قالوا بالماضي حرفوه، وطالبوا الفيفا والكاف بالتدخل بسرعة باه اعزائي الكرام يعني يعاقبوا بالماضي. هل تفهم بزاف حاجة اعزائي الكرام؟ افريقيا كلها، عشان بعض افريقيا كلها او معظمها ضد المنتخب الجزائري وضد كل ما هو جزائري وضد الجزائر بصفة عامة. ولكن ان شاء الله يعني حاليا الملف راه عند الفيفا نتاعنا، نتكلموا عن الفيفا يعني الملف نتاعنا، وان شاء الله اعزائي الكرام يعني راح تعطينا الفيفا حقنا، هذا ما نتمناه صراحة، ووصلوا حتى للمحكمة الرياضية حاليا يعني بعد ذلك السسبانس ولات حالة مخلطة حاليا. كان فقط عندنا سسبنس حاليا ولات الحاله مخلطه، هو لاعب كاميروني سابق اليوم اعزائي الكرام رد على بالماضي وقال له باللي انتم راكم تقولوا باللي احنا علينا افارقه، احنا كامل افارقه، انا افريقي عزيزي الكريم، احنا كامل رانا في افريقيا. هم لا حبوا يعني هذيك التصريحات يقلبوها حاجه اخرى، بل الفيفا تولي تركز على ملف اخر وليس ملف اعاده المباراه بين الجزائر والكاميرون. وهذا يثبت اعزائي الكرام باللي انه نحن رانا نتمشاو في الطريق الصحيح، وهذا يثبت باللي انه
باكاري غاساما مرتعب بالخوف، وكذلك الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بصفة عامة راهم يرتعشون بالخوف، ما راهمش يرقدوا. انا نقدر ناكد لك عزيزي الكريم بلي انه ما راهمش يرقدوا في الليل. علاش؟ لانه هما حاليا بهذا البيان راح يدافعوا على باكاري غاساما، ما راحش يدافعوا على بلادهم ولا المنتخب الكاميروني. ما تبقاش حاير عزيزي الكريم باي صفه يعني صامون ايتو يدافع على باكاري غاساما. انا بالنسبه لي هنا صامون ايتو فضح نفسه بنفسه باللي انه متامر مع باكاري غاساما باه يكونوا ضد الجزائر. ويعني حتى منظمة مكافحة الفساد اللي قالت راه عندنا ملفات وعندنا يعني بعض يعني الملفات حول ذلك الفساد، قالوا يعني بعدما انفزنا على منتخب الكاميرون في ملعب يعني جابوما ستاديوم، من ثم بدات الحكاية نتاع الكولسة بين الكاميرون وباكاري غاساما. منذ ذلك الوقت اعزائي الكرام راه عارفين بعض يعني الاخبار، راه عنده بعض التسريبات، راه عنده بعض الاشياء، وراهم يعملوا من اجل دراسه الملف ان شاء الله يقدموه للفيفا ملف مادي. وحاليا اعزائي الكرام يعني القضيه ما ولاتش قضيه يعني غش ضد الجزائر، بل ولات قضيه مبدا. كيفاش انت من غامبيا تجي تغش ضدنا هنا في ملعب مصطفى تشاكير؟ وايضا رئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم الحاجه اللي تحيرك ولا يدافع على باكاري غاساما؟ مخك يحبس والله، غير مخك يحبس. افريقيا وخباياها يعني فيها العجب. وصراحة أنا بالنسبة لي ما رانيش خايف من هذا القرار اللي راح تتاخده يعني في كافوت، يعني الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ضد الكوت الشمال الماضي، لأنه بالماضي ما قالش حاجة عيب على يعني المنتخب الكاميروني بالماضي. يعني أنا بالنسبة لي التصريحات نتاعو كان يهدر على حقه، هم راهم باغين لا نغشوا ضدك وتبقى ساكت، تبقى مبلع فمك. على بها احنا نقولوا اعزائي الكرام باللي انه ما راحش نسكتوا، انا واحد من الناس ما راحش نسكت، نحاول نفضح كل شيء اعزائي الكرام، كل معلومه تكون عندي نفضحها في الاعلام. لانه كيفاش انت تغشني وتزيد نسكت؟ نسكت على الغش، نسكت على الظلم، نسكت على هذه المهزله، وباغينا نسكت وتجيب تحتجوا ضدنا؟ باكاري غاساما احتج ضدنا، عطاونا عقوبه من لجنه الانضباط اعزائي الكرام قيمتها 3000 يعني فرنك سويسري، والاعلام الكاميروني ما كانش باغي، كان باغي 200000 فرنك سويسري، ولعبوا مباريات خارج الديار بدون جماهير. كذلك حاليا الاتحاد الكاميروني والله غير ضحكني اليوم اعزائي الكرام، قال لك لا نحتج ضد الكلام اللي قالوا بالماضي، راه يخلط الراي العام وكذلك تصريحاته عنصريه والى اخره، بداو يأولوا شي صوالح غير باه ينقذوا يعني باكاري غاساما. انا تعرف باللي انه باكاري غاساما اعزائي الكرام يعني والكولسة لعبته، الحمد لله احنا ما درنا والو. راك تقول يا سامور كيتو انتم تاهلتوا للمونديال، ابقاو تعيشوا الوهم انتم راكم في المونديال، بيد ما يجي قرار فيفا وان شاء الله ينحيكم المونديال وحنا نرومبلاسيوكم. هما على هاد الاشياء راهم خايفين، سورتو كي قال لهم بالماضي اليوم ليله امس عفوا كي قال لهم بالماضي انه عندنا امل باه تاهلوا لكوب دو موند. تما اعزائي الكرام الخيطان تاع بيب غوارديولا، الخيطان تاع يعني صامول ايتو تخلطوا اعزائي الكرام، ولا غير يتمهبل معانا وراح يعني يشتكي بالماضي. ومتاكد اعزائي الكرام حسب رايي الشخصي انه الفيفا ما راح دير والو بالماضي، حسب رايي الشخصي، لانه بالماضي ما طيحش في الكاميرون كدوله او كمنتخب، بل طيح في التحكيم الافريقي وكذلك في باكاري غاساما. راح نشارك معكم اعزائي الكرام كل التفاصيل الجديده في قدم المواعيد. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات. انا والله هذا الموضوع اللي ضحكني كثر ما يعني تاثرت به، لانه يعني صامون ايتو حاليا هو فضح نفسه بنفسه. علاش انت تروح يعني عند الفيفا وتحتج ضد كلام بالماضي اللي بالماضي كان يركز على باكاري غاساما؟ سما هنا اللعب راه مخدوم بيناتكم، يعني بين باكاري غاساما وصامون ايتو. الحمد لله احنا ما دخلناش، انت فضحت روحك بنفسك، وهذا جاء بفضل الضغط الجماهيري الجزائري. وما زال عندنا هذاك الامل مثل ما قال بالماضي، بالماضي صرح انه عندنا امل باه نتاهلوا لكوب دو موند، نبقاو متشبثين فيه وان شاء الله نسمعوا خبر في نهايه المطاف. كان هذا الفيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، السلام.